حلقة النهاردة هتكون مهمة، تابعونا بشكل كبير جدا. خلينا نروح نشوف أهم عناوين حلقة النهاردة. الخطيب يبدأ خطوات الإصلاح بالأهلي. لجنة الكرة تحسم ملف صفقات يناير مع كارتيرون. اجتماع تنسيقي في الأهلي للترتيب لرحلة الإمارات. لجنة المسابقات تعلن مواعيد مؤجلات الأهلي في الدوري. المنتخب الوطني يختتم استعداداته لمواجهة تونس. استادات تحصل على حقوق 15 ملعب مصر. وزير الرياضة مشروع الألف محترف سيأتي بثماره في أقرب وقت.